انا بعزمي. وليه؟ وليه؟ يا ناس يا جيران حرامي حرامي يا ناس يا جيران حرامي. وقف عندك هناك يا ناس. ولي انا عبد الشغل لك ولا اذبحك يا رب لك. لا ولا اذبحك يا رب لك. لا ولي دخلك الله يستر. يا لطيف ربك يا ابن الحرام. هلا بجيب الشرطة بجيب على أبوه. يا لطيف يا لطيف يا رب استر يا رب يا رب يا رب استر يا رب يا رب. دخلك شو قصته أبو النور؟ أبو النور عم يتشاطر. ليش بده كل المحلات تفتح؟ مشان يحرجني. طلب مني وترجاني أحكي مع أصحاب المحلات يسكروا. عم اجى بعدين من قفا ظهري وعم يخبرك كلكم افتحوا. شو معناته؟ معناته مجهز لي شيء مو منيح. بس بصراحة أنا مجهز له صواب ماكن خلي نخ قدام رجلي ويركع ويترجاني لحتى أصفح عنه وما رح أصفح عنه. والله ماله قليل عم يتحربق بده يفهم أهل الحارة إنه هو يلي بقرر إمتى يفتحوا وإمتى يسكروا. فشر في عينه يصير هذا الحكي. دخيلك لا تواخذيني يا أم عزمي كانت باطلة ومحولة. انت شو جابك عند هالمسويات؟ كنت تعي بالنهار ضروري هالخربطة كلها. انا من يوم سرقت بيت اخي ابو النور بدي اجي واسألكم ليش اتهمتونا انا وابني. بعدين صارت مشكلة المشغل. يعني جاي تسألينا ليش اتهمناكي بالسرقة؟ ايه وهلا اكيد عرفت الجواب. ايه عرفت الجواب. الله يفرج عنكم يا ريت قلتولنا. اليوم ما في رجع على بيتك لحتى الطيبي. اخ لو كان الامر لالي لخلي كل نسوان الحاره يمشوا بلا ملايا يعني غطوا شعرهم وبس. اصلا كل مشاكلنا اجت من ورا الملاي. نعم. شو يا خانو؟ شو اللي أخدك على بيت أبو النور؟ عزمي احترم حالك أحسن لك. فهميني شو اللي أخدك لعندهم؟ تحكي معي بأدب بجاوبك. بدك تتطاول علي نلع من خلقتي. بعدين شو هذا اللي سمعته؟ شلون بتخليه يدفشك على الحيط وضرب لك راسك بالحيط؟ اسكت ولا عم أقول لك اسكت ولا بقص لسانك. لك فهميني شو اللي أخذك لعندهم؟ اسمع رح أعد لتلاتة إذا ما بتنقلع من خلقتي رح أدب الصوت وأفضحك بكل الحارة. شو؟ خلصنا خلصنا. السلام عليكم. أهلين أبو النور. أهلين سهلين. شلون أشتغل؟ مثل مالك شايف صفيان لحالي. شو لحالك شايف عندك شغيل؟ هذا مهندس فرنساوي جاي يتعلم الشغل تبعنا. قلت لحالي بشغله يعني بحق هالمعلومات هاي اللي بده ياخذها مننا. فهمت؟ أيوة حملوا لي الجيران قال عم يقول لك لوروا. إيه لكن لوروا يعني ما تعرف شو يعني ملك. أنا ملك البروكار. ايوه وانت كيفت عليها الشغله. يلا سيدي شغله شغله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك مع السلامه. اشتغل جاك اشتغل. تكرم يا ملك البروكار. يلا وهلا مين بده يفصل ويعطينا الرسمه والموديل؟ هلا انتو كملوا شغلكم وان شاء الله ما تتاخر في الريال. لو كانت بوسينة موجودة كنا قدرنا نشتغل بدون فريال. اي والله
طيب كملوا شغلكم ميمي، كملوه. فيها خليني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين عزمي بيك، تفضل. ليش فاتحين؟ طالما ما في شغل ليش فاتحين؟ والله ابو النور هيك بده، وما حبينا نكسر كلمته. ابو النور هيك بده، بس كان الواجب ما يوقف الاضراب لحتى يطلعوا اولادنا. يا سيدي الاضراب لا بيقرب ولا بيبعد. ابو زهدي انت كل عمرك بتحب العمله. لك اخي بدنا نشتغل، ساعة اضراب، ساعة افتحوا، ساعة سكروا، لك ما عندنا سرزانة يا رجل. يا ابو زهدي، انت سيد العارفين، انت بتعرف مصيبة الحارة إذا بتتوزع على كل أهلها بتهون. بس أنا شايف كلام أبو النور صحيح، الحياة ما لازم توقف. شو شيخي؟ شايفك عم تصف مع أبو النور. أبو النور عنده مشاكل وبده يحلها، ليش ما نوقف معه؟ الله يسامحك يا شيخ، بس ما بيصير ابو النور يحل مشاكله على حساب اهل الحاره ومشاكلهم. هاي اخونا ابن عين لكو فاتح القهوه، كاسه شاي ما قادر يقدم، شو تعمل يا سيدي؟ انا قلت يلي بده يشرب شاي او قهوه بيساويهم لحاله. ايوه صحيح. شيخ بدي اسالك، شو صار بين ابو النور ومرته بعد الصيت يلي طلع؟ حسينة، مين البنات اللي معك؟ نحن بنات حارتك، خياطات المشغل. الله يقويكم. هيا. ولك انت ما تستحي، انت ما مبسوع لحالك؟ انا مبسوع حالي، ليش عم تعيط؟ كم مرة قلت لك ما تجيب سيرة بوسينة على لسانك؟ اطلع صوتك. ساعدوا، شو هي فرصتنا لنطلع من هون ونجيب الكنز تبعنا. شلون لك كرمو؟ منقول للفرنساوي انه نحن منعرف مين اللي شلح العسكر تبعهم. مين شلحوه؟ ليك هذا داسوس بتروح بتقله يخبر الكابتن يطلبنا. يلا وجب. الكابتن في عنا معلومات مهمة. يصير خير.